سؤالك يعني لو عرض علينا المشاركه في الحكومه احنا قلناها من الاول رانا حتى في المعارضه دونك ملي دورت نتائج انتخابات ونيدا تونس حصل على المرتبه الاولى دونك هو المسؤول الاول والاساسي على تشكيل حكومه سواء كانت رئاسه منه ولا مش منه حتى ولو كانت تحت غطاء حكومه وحده ما يدعى بانه حكومه وحده نحن لا معناتها احنا قلنا في المعارضه من هالول واحنا يلزم ثم معارضه تمثل خاطر المعارضه مهمه له المعارضه باش تعمل اكيليبر لانه بوادر نتاع منظومه سابقه بدات ترجع على الاقل على مستوى توا بدايه المجلس والتعثرات نتاع خرق الدستور وتجاوز القوانين والى اخره وقت شفت توا كل شيء عندنا في المؤقت معناتها نظام مؤقت نظام داخلي مؤقت معارضه تتراس نظام الداخلي مؤقتة حتى معارضه مؤقته لجنه نتاع الماليه مؤقته تأجيل انتخاب ولا عفوا تكليف المرشح رئيس الانتخابات بتشكيل حكومة تأجيله مازلنا في الوضعية المؤقتة حتى بوادر الحكومة والمعارضة والساحة المشهد هذايا ما فماش حتى عايشين حالة سوبيت حالة اون انستانس مازلنا ننتظروا الناس كل هكا تشوفها في المجلس عاتين لبعضهم عربون هكا كيما واحد شاتي عربون في صفقة يجلسوا في النبض بتاع بعضهم هك شفت ثم حذر وفما حسابات لكن الحسابات هذه محافظة على الهدوء المصطنع ولا مشهد مفتعل اللي نشوفه فيه كل هذا يتوقف على شنو يتوقف على الانتخابات الرئاسية مش يتوقف على المصلحة العامة مش يتوقف على مصلحة الشعب مش يتوقف على قانون مالية يخدم البلاد لا متوقف على انتخابات رئاسية حتى نشوفوا ساعة المرشح هذايا نتاع نيدا تونس شكون باش يجي معاه اللي باش يجي معاه راهو عنده حظوظ في الحكومة واللي مش باش يجي معاه راهو من توا ينسى الحكومة ذاك علاش تلقى الناس ساق هكا وساق هكا وتلقى الحياد ما اسمه الحياد هو حسابات ماهوش حياد هذا كل على خاطر كما قلت لك رئاسية أنا أما إن فوا تتفضى حكاية الرئاسية سواء كان هكا ولا هكا تو يظهر المشهد على حقيقته وتشوفوا تفاوضات وقتها دونك فوالا يعني يظهر انه شخص المرشح للرئاسيه سي باجقه السبسي يبدو لي وعلى ما اعتقد انه فوق الدوله وفوق الوطن وفوق المصلحه العامه وفوق الدستور وفوق القوانين وهذه فكره تسيء معناتها الانتقال الديمقراطي لانه رجعنا نشخصنوا في المؤسسات ورجعنا نعبدوا الشخص ورجعنا نخدموا بالقوانين لصالح شخص القوانين هي في ذمه الشخص مش الشخص يخدم تحت ظل القوانين هذا مؤشر اللي قلت عليه مؤشر خايب وهذا اللي باش يخلينا نحن في المعارضه نرجع لك المعارضه علاش حتى نكونوا حريصين على انه يقع احترام الدستور يقع احترام القوانين يقع تغليب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه تقليص من شخصنه المؤسسات ومن المصالح الضيقه نتاع اللوبيات اللي هي توا قاعده تخدم مع بعضها دونك دورنا لازم يكون في المعارضه باش نجم نقوم بهذا الكل دونك فوالا